تعالوا على اللحمة ما تستوي شوية نشوف مع بعض. أنا هعمل مهلبية النهاردة، مهلبية الشوفان. مقاديرها على الشاشة بسيطة وسهلة، هنحطها على النار عشان معانا سلطة حلوة للأطفال الحلوين. مهلبية الشوفان عبارة عن شوفان، زبيب، جوز الهند، سكر، نشا، والطعم فانيليا. المقادير على الشاشة، معانا زبيب وشوفان، شوفان خشن عادي زي أي شوفان موجود، ومعانا جوز الهند وسكر ونشا وشوية فانيليا. تعالوا نعملها مع بعض سريعا. أول حاجة الحليب على النار بيغلي. بنجيب مضرب كده، ما عداش على بصل ولا على توم. بنجيب شوية حليب صغيرين، بنحط شوية حليب هنا كده، ونقلب فيهم الشوفان. اللهم صل على النبي. ادي الشوفان بتاعنا. طبعا انا مغرم بحب المزيكا، بس لما تكون المزيكا دي صوت اللحمه مع الخضار كده على النار، لا ده الواحد يقف جنب الحله يحرسها للامانه يعني بجد. شايفين الصوت الحلو ده كده؟ لازم كباب الحله نار هاديه يستوي في بعضه كله يبقى زي الفل. انا قلبت الشوفان كده اهو، ده الشوفان، واقلب معاه شويه نشا عشان يدي قوام للمهلبيه بتاعتي. معايا الحليب بيغلى على النار، معانا فانيليا كمان اهيت، معانا سكر حلو اهو، وانا شغال كده مهلبيه الشوفان اهو، سكر، نشا، معلقتين شوفان، فانيليا. تقليبه حلوه على النار لغايه لما السكر يدوب والحليب بيغلي. وننزل بيهم يا عم الحاج هنا، ونقلب بالراحه من وقت للتاني. الشوفان هنا بقى عنده شويه تناكه كده، له خصوصياته، ما بيدينيش الالياف الفعاله والغير فعاله بتاعته الا لما يقعد وقت كبير على النار، عكس النشا وعكس الدقيق. النشا والدقيق اول ما بيتحط على النار او بيتحط على شوربه بتغلي او على حليب بيغلي على طول يديني القوام ده. اقلب انا بحب جوز الهند دايما مستويه مع المهلبيه، بحب دايما جوز الهند مستويه مع المهلبيه. ليه يا شيف؟ بتدي الطعم. وفي حاجات عايز اقولها اتكلم عنها. انتوا عارفين الزبيب ده بنزين بيه طبعا الحلويات، بيتجاب من عند العطار. لازم لما تيجي تستخدم الزبيب ده يتغسل بشويه ميه ساقعين وتخليه ياخد غلوه كده مع المهلبيه. دي طريقتي في المهلبيه. ضمنت ان الزبيب بقى طري عشان الاطفال لما ياكلوا منها، وده كمان جوز الهند مستوي الاكله دي. الله، بدات اشم ريحه الفانيليا. المهلبيه اغرفها في القلب ده علشان كل الساده المشاهدين. حلو القلب ده. مهلبيه كده، استاذن فريق الاعداد طريقه المهلبيه تاني علشان خاطر ست الكل. اهي اللحظه الاخيره في التقليب. عملتها ازاي يا شيف؟ حطيت الحليب يغلى على النار لوحده كده عشان اكسب وقت. خدت شويه حليب تانيين خالص من التلاجه، قلبت فيهم الشوفان والنشا، حطيت عليهم كمان جوز الهند، وبعد كده حطيت الفانيليا والسكر واقلب. اشيلها كده من النار بقى جاهزه كده للتقديم. الف هنا وشفا للي ياكل منها. قول معايا الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. مهلبيه الشوفان في قلب بهديل الساده المشاهدين. الف هنا وشفا. الزبيب مستوي والنشا مستوي.